البصرة والعراقيين على العين والرأس. وعلى ملعب الميناء وضمن الجولة الأخيرة من الدور الأول في خليجي 25 بالبصرة تأهل المنتخب العماني على حساب شقيقه السعودي بعد أن فاز في المباراة الختامية للمجموعة الأولى بهدفين لواحد. محمد الجردبو تابع المباراة وردود الفعل عليها مع مفادينا في البصرة. بأسلوب هجومي ضاغط دخل الصقور الخضر مباراتهم المصيرية أمام الشقيق العماني، فالفوز وحده يضمن تأهل الأخضر السعودي لنصف النهائي. العماني أغلق المنافذ واعتمد على تألق حارس مرماه وتحين الفرصة المناسبة ليباغت ويخطف هدف التقدم عن طريق المنظر العلوي. سيطرة سعودية وتقدم عماني، وما يميز الخليجي أن أغلب مبارياته لا تقبل التوقعات المسبقة. الدقائق الأخيرة للشوط الأول أنصفت الأخضر بعد نجاح تركي العمار في معادلة النتيجة وإنعاش أمال التأهل. ما ميز العماني أنه كان جاهزاً بدنياً مستعداً لمواصلة المشوار دون هزيمة، أما السعودي فتأثر بالمجهود البدني الكبير الذي بذله في مباراته السابقة في مواجهة العراق المضيف. تنافس قوي وفرص بالجملة عززتها تغييرات المدربين في الشوط الثاني، أما أرقام المباراة فتشير إلى 15 تصويبة سددها اللاعبون السعوديون على المرمى العماني، نجحوا في تحويل واحدة فقط إلى هدف التعادل، بينما العماني سدد مرتين فقط بين الخشبات الثلاث، وفي المرتين احتفل لينجح حارب السعدي في تأمين بطاقة عبور العماني إلى نصف النهائي، بينما ودع السعودي بعد فوز وهزيمتين. حمد جردبو، صدى الخليج. أول أقول مبروك للمنتخب العماني السعودي، مبروك لكل عمان بصعود المنتخب المرحلة الثانية. بالفعل أن المنتخب ما هو مستوى المباراتين السابقات، المباراة هذه رجع نسبيا، لكن نتمنى يرجع لمستواه السابق اللي نعرفه فيه يعني، وإن شاء الله هم وعدوا بالصعود والحمد لله وأدوا مباراة جميلة. لكن منتخب السعودي لا يستهان فيه، منتخب جيد شاب. كانت مباراة ندية بين الفريقين، لكن كنا على ثقة أن منتخبنا إن شاء الله الحمد لله أنه راح يوصل. أكيد فوز صعب يعني، برغم أن المنتخب السعودي جاي بالفريق المنتخب الرديف، لكن يبقى الكواليتي اللاعب السعودي حاضر، والمدرب يعني معهم من فترة طويلة وعارف شو يريد من المباراة. لكن أعتقد أن المنتخب العماني عنده الخبرة الكافية مع هذا مع المدرب برانكو. أعتقد هم قضوا أكثر من 5 سنوات مع بعض، خاضوا بطولات كبيرة، بطولة كأس العرب، تصفيات كأس العالم، وأعتقد أن اليوم الخبرة هي اللي تفوقت في المباراة يعني. مبارك للجماهير العمانية بالأخص يعني، هم يستحقوا الفرح، وإن كان إحنا اليوم حققنا الأهم اللي هو التأهل، بقي المهم، وإن كان هناك في بعض العتب من الجماهير، وحق الجماهير أن تعتب يعني إذا كان في لدى، لكن حققنا إحنا اليوم الخطوة الأهم إلى التأهل إلى نصف النهائي. وبارك للمنتخب العراقي تأهل إلى نصف النهائي، وبارك للجماهير العراقية اللي هنا نعتبرها البطل المتوج في هذه البطولة، يستحقوا هذا الفرح ويستحقوا هذا التواجد ويستحقوا أن تلعب مثل هذه البطولة على أراضيهم. والله هو صعب، صعب جدا، وواقفين على أعصابنا للأمانة، حتى صوتنا راح، لكن التوفيق من الله، الحمد لله رب العالمين، والشباب أدل عليهم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، حقق المنتخب العماني اليوم الفوز، وهذه ما بعيدة على المنتخب العماني، الحمد لله رب العالمين. تعابهم وكله طلع اليوم بأمانة يعني، استأنسنا وياهم بأمانة من أول المباراة لحد نهاية المباراة، نحن مبسوطين ومطمئنين من المنتخب. مطمئنين هي فيها شك يعني، معلش اسمح لي فيها يعني، كان بأي لحظة ممكن المنتخب السعودي يسجل ويتأهل السعودي يعني، بس الفوز يجب ما قبله. ألف مبروك للمنتخب العماني، هارد لك للمنتخب السعودي. العراق تصدر المجموعة عنده 7 نقاط، متقدم بفارق الأهداف على عمان. السعودية 3 نقاط واليمن بدون نقاط، وكلاهما ودع البطولة. أحمد مبروك فوز منتخبكم، لكن لاحظت إسماعيل عم يقول أنه الجمهور لسه عتبان. طبيعي بكرمه، مش إسماعيل، الكل، لأن احنا عارفين إمكانيات اللاعبين، والفوز أكيد مهم، وإحنا أهدافنا البطولة بحكم أن المنتخب مستقر واللعيبة هم المنتخب اللي أجهز في البطولة. بس اسمح لي ولو قطع، أنا عادة ما بقاطع الضيف، بس أنه
يعني كان اليوم تحس بدنيا شوي تعبانين، ما في تكتيكيا شوي في ثقل. ابو كرم نكون واضحين، احنا ما علينا من يعني هم تحسهم متفقين في الكلام، يقول لك احنا كنا نقدم في التصفيات كاس العالم مستوى جيد وما كنا نفوز، وكاس الخليج مش هاي كلام مش صحيح. انت تقدم وتلعب مستوى عالي منتخبات كبيره وتقدم مستوى كنت قريب الفوز، فتي مع منتخبات اقل مستوى وبرديف، والمشكله اللاعبين قاعد يقدموا مستوى وقاعد يجتهدوا ولكن ما في وضوح للمنتخب. انا اليوم ممكن ثلاثة المباريات لعبناها اكيد الهدف في الصعود، ولكن لما تيب اي فني ولا اي واحد من متابعين محبين الجمهور يقول لك المنتخب العماني المستوى مش يعني مش عارف المستوى الفني، ما تعرفهم يلعبون على المرتد ولا يلعبون على الاستحواذ. اليوم المنتخب السعودي مسيطر على المباراه بكرم، يعني احنا نتكلم اكيد المباراه احنا النتيجه اهم، ولكن يعني المدرب لازم يراجع حساباته، لان الجماهير من حقها ان واللاعبين الكل مطالب بطولة، المنتخب داخل هذه البطولة مطالب بطولة لأن المنتخب لا يجهز. فاللاعبين نشكرهم مبروك لنا، ولكن المدرب لازم يراجع حسابات لأن المستوى الفني مش واضح ثلاث مباريات. أبو سلطان مبروك المنتخب العماني الفوز والتأهل، والحقيقة يعني اليوم المباراة المنتخب السعودي كان والله كان كويس، لا تعكس النتيجة المباراة، لا تعكس الواقعها. يعني لما يكون المنتخب السعودي يعني بهالوجيه اللي صحيح، يمكن نتكلم ذاك اليوم الدكتور عمار قال أعمارهم 26-27 ولكن تنقصهم الخبرة التجانس، واليوم نشوفهم مسيطرين 64 مقابل كم يعد كسروه 34 مدري كم 34 أين اليوم 30. اليوم اليوم أنا أعتبر اللي فاز على المنتخب السعودي ليس المنتخب العماني، اللي فاز الحارس، ثلاثة أهداف محققة غير اللي سجل المنتخب. أنا انصدمت للأمانة، أنا أقول تو الكابتن أحمد أقول أنا ما أدري سركم يعني. أي أنا لا أقول سركم في عمان أبرز ما تطلعون الحراس، وعلي الحبسي أكبر دليل عندي، الله رازقهم بحراس ما شاء الله تبارك الله. أنا اليوم ما يزعلان 15 تسديدة خشبات مقابل تنتين لعب تنتين سدخل. يا أبو كرم يا أبو كرم اليوم المنتخب السعودي ما قال الكابتن أحمد هو اللي مسيطر على المباراة رغم انهم مجهودين من المباراه، لكن نقطه التحول في خروج المنتخب هي المباراه اللي للاسف لعبها مع العراق لارضيه الملعب، زي ما قال كابتن سعد الشهيدي انا ما جيت العب مباراه يعني كره قدم شاطيه يعني من الامطار. لكن الحمد لله احنا انا بالنسبه لي انا عبد العزيز غيثر اقول انه ما طلع المنتخب السعودي اليوم، انا يبثني العراق يبثني عمان يبثني البحرين.